بسم الله الرحمن الرحيم. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إن المتفكر في خلق السماوات والأرض يتبدى له من خلال جولته التأملية أن الله ثبت أشياء كثيرة، وثبت نواميس وقوانين خطيرة من أجل أن تنتظم حركة الحياة. يعني الذهب ذهب، الحديد حديد، النحاس نحاس، زرعت زيتون الثمرة زيتون. خصائص الأشياء والمعادن والفواكه والخضروات ثابتة كلها على مدى التاريخ، حركة الأفلاك ثابتة، الشروق شروق، الغروب غروب. ممكن تعرف قبل 100 عام كم تشرق الشمس، بعد 100 عام بالدقيقة والثانية. يعني ثبت دورة الأفلاك، ثبت خصائص الأشياء، ثبت خصائص المواد، فثبت أشياء كثيرة من أجل أن تنتظم حياتنا، من أجل أن يتحقق تسخير هذه الأشياء لنا كي ننتفع بها في حياتنا، وكي ترشدنا إلى ربنا فنعرفه ونطيعه ونسعد بقربه في الدنيا والآخرة. ولكن حرك أشياء قليلة، منها الصحة، منها الرزق، منها الأمطار، ثبت مليارات القوانين والخصائص والأشياء والأفلاك وحركة الأفلاك، وحرك أشياء معدودة منها الصحة، منها الرزق. لذلك إذا وجدنا تقنيناً إلهياً كالتقنين الآن في موضوع الأمطار، هذا تقنين تأديب وتربية، لا تقنين عجز وضعف. نحن حينما نقنن الكهرباء، لأنه الطاقة المنتجة لا تغطي الاستهلاك، نقنن. الإنسان إذا قنن يقنن تقنين عجز وضعف، لكن الخالق إذا قنن يقنن تقنين تأديب وتربية. الدليل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. تقنين تربية، تقنين تأديب، تقنين لفت نظر. والآية الثانية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحقيقة الثانية، الأولى تقنين الإله، تقنين تأديب وتربية، وتقنين العباد تقنين عجز وضعف.
الحقيقة الثانية، الله جل جلاله لا يسوق لعباده شدة إلا بما كسبت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. والآية الثانية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن هذا الكون مسخر تسخيرين، تسخير تعريف، تسخير تكريم. موقفك من التعريف أن تؤمن، وموقفك من التسخير من التكريم أن تشكر. موقفك من تسخير التعريف أن تؤمن، وموقفك من تسخير التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. يعني أب عادي جداً، ابنه مهذب ونظيف وجاء بجلاء علامات تامة كلها، بيضربه؟ مستحيل، ما في أب بالأرض يعملها. ما دام مجتهد وأخلاقه عالية بكربه. لذلك اعتقد يقيناً أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو الله عن كثير. أخواننا الكرام، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدي. عبادي، حديث قدسي آخر، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. اذهب إلى البحر واركب قارباً وأخرج إبرة صغيرة واغمسها في ماء البحر بما ترجع. ذلك لأن عطائي كلام، كن فيكون، وأخذي كلام. الشاهد هنا، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الشاهد هنا. لذلك روى ابن ماجة والبزار والبيهقي عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يعني مواطن
من الشرق الأوسط، إذا كان شاذ جنسياً وله شريك كندي، هذا الشريك الجنسي الشاذ الكندي يمنعه الجنسية الكندية. بلاد كثيرة الشذوذ عد زواجاً مقبولاً في هذه المجتمعات، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. دولة عظمى سفيرها في رومانيا أقيم له حفل وداع قبل أن يغادر بلده، حضر حفل الوداع شريكه الجنسي مقام زوجته، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. مرض الإيدز لم يكن في أسلافنا، وأول سبب له الشذوذ، وهذا من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم ينقصوا المكيال والميزان، كل أنواع الغش تحت هذه العبارة، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. والله الذي لا إله إلا هو يصل أحياناً إلى معلومات المتواضعة أنواع من الغش لا تخطر على بال إنسان، توضع مواد مسرطنة في بعض الغذائيات من أجل أن يبيض لونها فيرتفع سعرها، هذا الذي يحصل. لذلك ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالفقر وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والله مرة دراسة اطلعت عليها، لو أن أصحاب الأموال في أي بلد إسلامي أعطوا زكاة أموالهم لم يكن هناك فقير واحد، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. كل حرب من حين لآخر ينتقل من بلادنا إلى الغرب مئات المليارات، كل حرب ثمن أسلحة وأشياء لا يعلمها إلا الله. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. كم حرب بين المسلمين، مسلم لمسلم. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. بين حقين مستحيل، الحق لا يتعذب، بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. لذلك أيها الإخوة، هذه مقدمة، لكن من النعم العظمى على بني البشر نعمة الماء العذب. وهناك من يتنبأ ويقول إن الحروب المستقبلية حروب ماء، فالماء العذب أفضل شراب، أعظم صدقة، رحمة الله لخلقه. وحيث وجد الماء وجدت الحياة، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. إن الحياة على وجه الأرض، حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات
قوامها الماء، فالماء هو الوسيط الوحيد الذي يحمل الأملاح والمعادن والمواد الغذائية منحلة فيه إلى الكائن الحي، ولولا الماء لما كانت حياة على وجه الأرض. لذلك يتفضل الله علينا فيهطل، الآن دققوا، يهطل في كل ثانية من الثواني من السماء إلى الأرض على مستوى الكرة الأرضية 16 مليون طن من الماء كل ثانية. بكل ثانية ينزل من السماء إلى الأرض 16 مليون طن من الماء. هذا التهطال لا يزيد ولا ينقص. بعد بحث طويل ودرس عميق تبين للعلماء أن كمية الأمطار التي تهطل على وجه الأرض لا تزيد ولا تنقص. أما أن يأتي إنسان عاش في الصحراء لا في جامعات ولا في مدارس ولا في أجهزة قياس للماء يقول عليه الصلاة والسلام ما عام بأمطر من عام، هذا من دلائل النبوة، نبوة النبي عليه أتم الصلاة والسلام. لكن توزيع هذه الأمطار يختلف من عام إلى عام، فيكون الجفاف في مكان كالشرق الأوسط الآن والفيضانات المدمرة كما في الباكستان في مكان آخر. لحكمة أرادها الله، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وقد تنقطع أسباب الرزق بانقطاع الأمطار. والله مرة سمعنا خطاب من فقرات هذا الخطاب أن أمطاراً غزيرة هطلت على بلادنا في سنة سابقة، فقيل لنا هذه الأمطار تساوي بالنقد مئات المليارات، كنا نريد أن نشتريها، أن نشتري علفاً للحيوانات بهذه الأمطار وفرنا هذه النفقة. لا تستغرب أن كل مطرة غزيرة بتساوي مئات مليارات الدولارات. قد تنقطع الأسباب، أسباب الرزق بانقطاع الأمطار، فتغور الينابيع وتجف الأنهار وييبس الزرع ويموت الضرع ويهدد الإنسان بافتقاد كأس الماء ولقمة العيش. لذلك المؤمن يقتصد في استهلاك المياه من علامة الإيمان. لذلك الإنسان أحياناً يجد نفسه مضطراً أن يغادر بلده إلى بلد آخر تتوافر فيه المياه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا صلاة الاستسقاء طلباً للرحمة من السماء والإغاثة بإنزال المطر الذي هو حياة كل شيء ممن يملك ذلك ويقدر عليه وهو الله جل جلاله. يعني في أثناء سماعك للأخبار إذا ورد بالأخبار أنه في منخفض جوي متمركز فوق قبرص باتجاه الشرق الأوسط يجب أن تعلم أنه رحمة الله. كلمة منخفض جوي تبعدك عن حقيقة هذه الأمطار، الأمطار رحمة من الله عز وجل. لذلك صلاة الاستسقاء ثبتت مشروعيتها بالنص والإجماع. أما النص فقول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
وكان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله أن يسقينا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اسقنا مرتين، وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، كالسماء الآن، ما نرى في السماء قزعة من سحاب، نشأت سحابة وأمطرت، ونزل من على المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، صاحوا إليه أن يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها عنا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت السماء فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، حولها أمطار وسيول والمدينة جافة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر وضع له في المصلى، يعني أصل صلاة الاستسقاء أن تكون خارج المساجد في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس متواضعاً متبذلاً متخشعاً مترسلاً متضرعاً، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث من السماء، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجزه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. أخواننا الكرام، صلاة الاستسقاء تقوي الإيمان بالله. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. دققوا، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أتمنى عليكم أثناء سماع النشرات الجوية، إذا سمعت أنه في منخفض باتجاه القطر،
اعلم أنها رحمة الله اقتربت منا. كلمة منخفض قد تبعدك عن حقيقة المطر. أيها الإخوة الكرام، من بعض الحقائق أن الماء يشكل 70% من مساحة اليابسة، ويشكل 70% من وزن الإنسان. كم وزنك؟ 100 كيلو، 70 ماء. كما أن للماء دوراً كبيراً في سير التفاعلات الكيماوية داخل النباتات والحيوانات وداخل جسم الإنسان، وذلك من أجل الحصول على الطاقة. وللماء دور في تغيير سطح الأرض من القوام الصخري إلى القوام الترابي. ما الذي يحصل؟ الماء يتغلغل بالتربة، التربة صخرية، يتجمد، لما يتجمد يزداد حجمه، يعني خاصة واحدة بالماء، لولاها لما كانت حياة على وجه الأرض. هذا الماء شأنه كشأن أي عنصر في الأرض، إذا سخنته تمدد، وإذا بردته انكمش. كل شيء في الأرض بل في الكون يتمدد بالحرارة وينكمش بالتبريد، لأن الحرارة تزيد سرعة الذرات، تتسع مجالاتها فيزداد حجم الشيء، وبالتبريد تقل سرعتها فيقل مجالها فينكمش. فأي عنصر في الأرض حتى الأحجار، يعني مرة في مسجد كنت في زيارته وجدت أن البلاط قد ارتفع، فلما سألت قال الذي أجرى هذا البلاط ما ترك فراغات بين القطع، فلما جاء الصيف تمدد فارتفع. يعني أي شيء على وجه الأرض يتمدد بالحرارة وينكمش بالتبريد، لذلك يتغلغل الماء بالصخر، تأتي البرودة، يتجمد، يزداد حجمه، ينفلع الصخر. فهذا الماء لما تبرده ينكمش كأي عنصر، من 40 ل 30 ل 20 ل 10 5 9 8 7 6 5 4، تنعكس الآية، يزداد حجمه. من ازدياد حجم الماء تكون هذه الحياة، ولولا أن الماء يتمدد بدرجة زائد 4 لما كان هذا المسجد، ولما كانت هذه الخطبة، ولما كانت دمشق، ولا أي بلد بالعالم. لأنه لما يتجمد البحر والماء ينكمش تزداد كثافته، بيغوص الطبقة الثانية، تتجمد تنكمش بيزداد كثافته، بيغوص، بعد حين تتجمد كل البحار وينعدم التبخر وتنعدم الأمطار وتموت النباتات ويموت الحيوان ويموت الإنسان. هل تصدق أن الحياة في الكون مبنية على هذه الخاصة؟ وأكبر دليل، ضع قارورة ماء في الثلاجة واملأ القارورة إلى أعلى مستوى، صباحاً تكسر السجاجة، لا بد منها. والآن قلع الصخور بهذه الطريقة، يحدثون ثقب، 4 ثقوب تملأ بالماء، يجمد الماء، ننتزع قطعة مكعبة من الصخور بهذه الطريقة. الماء حينما يتمدد لا يقف شيء في وجهه. كيف يتمدد؟ عن طريق ماء جمد فيه. فلذلك الماء له دور كبير. أيها الإخوة، ذكر الله الماء منكراً 33 مرة في القرآن، ومعرفاً 16 مرة.
بل ذكر أن هذا الماء إنزال الماء من السماء إحياؤه الأرض بعد موتها دليل على وجود الله عز وجل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لذلك مرة ثانية: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. الآن هذه الملوحة، هل تصدقون أن في كل لتر واحد من ماء البحر 27 غرام من الملح، وأن العالم بأسره يستهلك في السنة ما يزيد عن 50 مليون طن من الملح، وأن نسبة الملح في مياه البحر تعادل 3.5% من مجموع مياه البحر، بل إن في الكيلومتر مكعب من ماء البحر 34 مليون طن من الملح. ملوحة البحر من آيات الله الدالة على عظمته. لوضعت الأملاح التي في البحار على اليابسة في قاراتها الخمس ولم نغادر مكاناً إلا فرشنا به هذا الملح، لكان ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة 153 متر. لو أخذنا ملح البحار وجففناه وضعناه على الخمس قارات ارتفاع هذه الطبقة 153 متر. الله عز وجل وصف الماء بأنه مبارك كثير الخير. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وامتن على عباده المؤمنين أن أنزل عليهم الماء الذي فيه قوام حياتهم. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وذكر في إحدى فوائد الماء الكبرى التطهير: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نقتصد في إنفاق الماء. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا. سيدنا النبي الكريم مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنهر ومعه قعب، قعب إناء، فتوضأ وفضلت فضلة فردها في النهر وقال: ينفع الله بها قوماً آخرين. فضلت فضلة ردها في النهر ينفع الله بها قوماً آخرين. والنبي بيّن أن التصدق بسقي الماء أفضل صدقة. والله في منطقة غربي دمشق فيها بضع عشرات من المزارع الفخمة جداً، هذه المزارع كلها جفت مياه آبارها إلا مزرعة واحدة كان صاحبها يسمح للرعاة أن تدخل غنمها وأن تسقي غنمها من مياه هذه المزرعة فلم تجف
بئر أو آبار هذه المزرعة. نهى عن تلويثه، فنهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن التعذيب بالحرمان من الماء. وقد يكون التقطير عقاباً لنا، والدليل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً. مرة زارني قريب في هذا المسجد وهو عضو في لجنة حوض دمشق، أخبرني أن دمشق مقبلة على جفاف كامل، وقال منسوب المياه الجوفية هبط إلى درجة غير معقولة إطلاقاً. والله أدخل إلى قلبي الحزن. في العام الذي يليه نزل في الشام 350 ملم من أمطار السماء، بعض الينابيع التي جفت من 30 عام تفجرت، مياه منين إلى الشام وصلت. يعني الله عز وجل إذا أعطى أدهش. شيء آخر، في المرصد الأوروبي يعمل بالأشعة تحت الحمراء رصد غيمة من البخار في الفضاء الخارجي. هذه الغيمة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم الواحد بالمياه العذبة. غيمة واحدة بالفضاء الخارجي رصدها المرصد الأوروبي. هذه الغيمة السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة بالمياه العذبة، والدليل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أيها الأخوة الكرام، ينبغي أن ننفق الماء باعتدال شديد أو بإدارة بالغة. هذا الماء قوام الحياة، والآن نعاني ما نعاني. يعني نحن في دمشق تستهلك 700,000 متر مكعب يومياً، الوارد 450,000. أقسم لكم بالله لو ضبطنا الصنابير في بيوتنا جميعاً لوفرنا مئات الأطنان. يعني في خطأ فادح حينما لا نستهلك الماء استهلاك مقنن. هذه نعمة كبرى. نعم، أيام إنسان يغسل مركبته بالبربيش يستهلك 50 تنكة ماء، ممكن يغسلها بسطل يستخدم تنكة واحدة. يعني موضوع استهلاك الماء، إنفاق الماء جزافاً. أيام الإنسان يفتح بالحمام الماء وبيليف حاله والماء ينزل بعيداً عنه، بعدين يقرب، هذا خطأ كبير. هذا ماء استهلك يساوي تنكة ماء بلا فائدة. بشكل أو بآخر، معلوماتي الدقيقة، لو أطفأ الواحد باليوم مصباح واحد 100 شمعة نستغني عن مولدة حقها 500 مليون دولار، واستهلاكها من الوقود 500 مليون. إذا كل مواطن يطفئ بلورة 100 شمعة، وإذا كل مواطن يستهلك الماء استهلاك معقول، يعني منوفر آلاف الأمتار المكعبة من الماء. في عندنا خطأ بالسلوك. يعني معقول النبي الكريم يشرب من إناء فضلت فضلة قال ردها في النهر ينفع الله بها قوماً آخرين. أيها الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، إني داعٍ في هذه الخطبة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الاستسقاء. ارفعوا أيديكم إلى السماء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تفعل ما تريد. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا، فأجبنا كما وعدتنا. أنزل علينا الغيث من السماء، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغاً إلى حين. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، هنيئاً مريئاً، مريعاً غدقاً مجلجلاً، سحاً عاماً طبقة، دائماً نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.